السلام عليكم، احباب ديالنا، كيف لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مع فيديو جديد. اليوم بغيت ندير لاصوب العشاء ديالي. ايوا قلت نشارك معكم هاد لاصوب هادي. المهم عندي هنايا الخضره اللي كتواجد عندكم، عندي القرعه الحمراء، بطاطا، القرعه الخضراء، خيزو واللفت، عندي هنايا بصله، غنحتاج شويه ديال الزبده، غنشدو كاس هذا الكوكوت ديالنا، غنديرو فيها شويه ديال الزبده. كما كتشوفوا انا درت هنايا شويه ديال الزبده، غندير عليها شويه ديال الزيت، غنشعلو عليها الدوبلينه، من بعد ما دابت نديرو البصلة، نقطعها مربع صغار مثل الشرا اللي كنبغينا نديرها في اللول مع الزويته و الزبدة، كطلق شوية النسمة ديالها مزيان عاد كندير عليها الخضار. دابا غادي نديرو الخضرة ديالنا كاملة، نحاولو نبداو نفرقو مزيان، هاد المرحلة نديرو الملحة، نديرو البيضة، ندير شوية الفرقة، نشوي، نخليكم العطريه تخرج نديرو شويه د الربيع، واخا ما تكدكوش يعني كوشا تسخن في الفرن، نديرو شويه د التريزية، دابا نديرو نديرو الماء مقياس، مقياس على حسب الخضرة ديالنا، دابا غادي نسدو. كما كتشوفوا انا حليت على الكوكوت، لقيتها طابت لي الخضره كامله، غنخليها تبرد شويه وغادي نطحنها في الخلاط. انا درتها في الخلاط ونطحن دابا، بعد ما طحنتها غنشوفوا شحال كتجي. دابا غادي نشعلها عليها، انا كندير واحد جوج معالق ديال هاد الجبن هذا، هاد الجبن هذا زوين او اللي بغا،
كاين هذا ما مالحش، وكاين واحد اخر كيكون مالح. كنخلط مزيان على ما تغلي، خليها تطلع فيها الغليه. ها كيفاش كيجي الطبق النهائي، كانت جديدة وزوينة، درت عليها شوية ديال الفرماج حمر، أو كتقدم بحال هاد الشكل هاكا. بالصحة والراحة، نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساونيش بلايك وابوني، وشكرا على المشاهدة، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.